واحدة من أشهر الأسماء حالياً بعالم الموديلينج، فعم نشوفها بعدد من الفاشن شوز، وكمان كانت حديث الناس أثناء علاقتها مع جاستن بيبر. لكن أجواء الشهرة مش غريبة عليها، فهي ابنة ممثل مشهور بهوليوود. بدأت مشوارها كموديل سنة 2014، وقدرت خلال هالفترة البسيطة إنها تظهر على غلاف أكبر المجلات العالمية مثل فوغ، وهي أيضاً صديقة مقربة لعائلة الكارداشيانز وخصوصاً كندل، وأكيد من طموحاتها المستقبلية إنه تصير دانسر. هيلي بولدوين هي ضيفتنا اليوم بستار تراك. انستغرام عندها أكثر من 9,100,000 فولوور، وعاملة فولو ل 631 شخص. آخر صورة نزلتها كانت وهي بتاكل آيس كريم على البحر، وعلقت عليها وكتبت أجواء الفالنتاينز داي، وحصلت الصورة على أكثر من 275,200 لايك، ونشرت صورة غلاف مجلة أودا يلي كانت نجمته، وحصلت على أكثر من 108,600 لايك. وبصورة تانية شفناها مع صديقاتها بحفل عشاء تين فوغ. على تويتر بتابعها أكثر من 962,000 فولوور، وهي بتتابع أكثر من 3,000 شخص. وآخر ريتويت عملته كان لفاشن شو شاركت فيه، وعلقت عليه هيلي بولدوين تعرض لزاديك إيفولتير. وبتويت تانية كتبت واو، بعدني مخلصة شغل، والساعة 3:26 دقيقة الفجر، رقم قياسي جديد، وحصل بوست على 2,900 لايك. أما على فيسبوك عندها أكثر من 397,000 لايك و 396,000 فولوور، والكوفر فوتو صورة لها على غلاف مجلة بازار الإسبانية، وآخر صورة نزلتها كانت في 11 فبراير وهي بتعرض لجس، وحصلت على 26,000 لايك.